مشاهدينا في الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله. تأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 24 ساعة الماضية بحالة ماطرة. هذه الحالة ناتجة من تأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بجبهة هوائية باردة شديدة الفعالية أدت إلى تراكم الغيوم الركامية وسقوط زخات رعدية من المطر، أدت إلى سقوط أمطار غزيرة في معظم دولة الإمارات المتحدة، وأعلى كمية هطول كانت في خطم الشكلة وبلغت 184.8 ملم، وهي أعلى كمية هطول منذ بدء تسجيل أو منذ السجل المناخي، وهي أعلى كمية هطول في شهر يناير. وأيضا يليها بعد ذلك دمثة 171 ملم ومزيد 163 ملم، هذه أعلى كميات الأمطار، ولكن هناك مناطق أخرى كثيرة سقطت بها أمطار غزيرة. وبناء عليه فإن الأحوال الجوية ستستمر هذه الليلة وغدا باردة نسبيا وغائمة جزئيا، وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات بإذن الله. أما الأحوال الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء، فنتوقع أن تتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى بتأثرها بكتلة هوائية باردة. هذه الكتلة الهوائية يبدأ تأثيرها يوم الثلاثاء، وخاصة الثلاثاء بعد الظهر وليلة الثلاثاء على الأربعاء، تؤدي أيضا إلى تكاثر الغيوم الركامية وازديادها وسقوط زخات رعدية من المطر، أحيانا تكون غزيرة وتؤدي إلى حدوث بعض السيول وارتفاع منسوب المياه. وبناء عليه فإن هناك بعض التوصيات، نوصي أول شيء بالانتباه من ارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية بسبب غزارة الأمطار والحالة الجوية، خاصة ليلة الثلاثاء وصباح من مساء يوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء وصباح يوم الأربعاء. أيضا تشتد الرياح السطحية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وهذا يؤدي طبعا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة قبل بدء الهطول. أعزائي المشاهدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء.